السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم اخوكم احمد جناحي من قناتي برو العالم التقنيه. واليوم الفيديو مالنا شو راح نسوي ويب سايت بدون ووردبريس، مجرد صفحات وموقع بسيط خلال اقل من 5 دقائق. والموضوع كلش بسيط، ما يحتاج الى كود، ما يحتاج الى اي عمليات معقده. كل اللي علينا نروح على السيبنال، ومن السيبنال نختار انكوست ويب سايت بولدر. طبعا هذا البرنامج موجود ضمن الويب سايت بولدر هوستنج داخل شركة انك هوست. كل اللي علينا نضغط على الانك هوست ويب سايت بولدر، راح تطلع عندنا هاي الصفحة، ومن خلال هاي الصفحة نضغط على create new website او new site. والموضوع يحتاج لك 3 خطوات. اول خطوة اللي هي choose theme، نختار الثيم مالتنا بشكل بسيط، ونختار الديتيلز او معلومات الموقع، وراها نسوي الموقع مالتنا او الاعدادات مال الموقع. وبالمناسبة بعد ما نضغط على get started راح يطلع عندنا 755 ثيم مجانا، هو والمحتوى مالته. يعني كل اللي عليك تختار الاسم او تختار الكاتيجوري او تختار نوع البزنس مالتك او نوع الموقع مالتك، ومجرد الضغط على select بس ندخل المعلومات وبعدها تختار المحتوى او يظهر المحتوى مال الموقع. مجرد تعديلات بسيطة عليها ويخلص عندك الموقع. شوفوا وياي، راح نختار مثلا ويب ديزاين. انا عندي شركة مال ويب ديزاين وبدي اسميها موقع ويب ديزاين بسيط مرتب. ومن الويب ديزاين نختار مثلا الثيم هذا، انا عجبني مثلا اريد اشوفه قبل ما اختاره، قبل ما اني اشتغل عليه فعليا، ونضغط عليه بهالشكل راح تطلع عندنا السامبل مالته. ونشوف شكل شلون كصوره قبل ما نجربه، وراح نضغط سيلكت وتطلع عندنا الصفحه اللي هنا. راح اشرح تفاصيلها خطوه بخطوه، واشياء كلها بسيطه ومرتبه. مبدئيا سايت ديتيلز، معلومات الموقع، ومن سايت ادرس او اليو ار ال اللي هو اللينك مال الموقع. طبعا بعد ما تحجز الدومين مالتك من شركة انك هوست او من اي شركة ثانية، وتسجله ويا انك هوست من خلال الويب سايت بولدر هوستنج، راح تظهر بهذا الشكل. اذا كان عندك اس اس ال او بدون اس اس ال، طبعا شركة انك هوست توفر لك فري اس اس ال الكل البلانات اللي عندها، سواء شيرت هوستنج، ووردبريس هوستنج، بزنس هوستنج، وحتى الويب سايت بولدر. ومن اللينك مالتنا نختار HTTPS لانه احنا نريد SSL، ونختار الدومين مالتنا. طبعا اذا نريد اكثر من موقع نخليه بنفس الدومين همينة نقدر، مجرد ما نكتب ان دايركتوري ونختار مالتنا الاسم راح يصير سب دومين. راح نجي السب دومين او الموقع الاضافي راح اشرحه بالدروس القادمه، بس بهذا الفيديو انا راح اشرح شلون نسوي موقع اضافي. من الادرس نختار الايميل مالتنا اللي نريده، من الويب سايت تايتل او اسم الموقع نقدر نختار الاسم مال الموقع مالتنا وليكن اي برو بهالشكل. وبعدها نختار الديسكربشن مثلا ماي بلوج، وبعدها نختار اللغة. والحلو بهذا البرنامج لأنه يدعم معظم لغات العالم، تقريبا كل اللغات أو معظمها، حتى اللغة العربية. طبعا الناس اللي يريدون يسوون مواقع باللغة العربية كلش يفيدهم هذا البرنامج. وبالنسبة لي راح اختار English United States. ومن الجهة الثانية من الصفحة معلومات الاتصال هي contact details، نختار الايميل مالتنا ونختار رقم الهاتف والعنوان، والسوشيال ميديا سواء فيسبوك او تويتر او اي لينك احنا نريده بهالشكل مثل ما تشوفون. انا راح اختار الايميل، راح اختار المعلومات اوتوماتيكيا. بعد ما اضغط على البروسيس والانستول راح تظهر عندنا رسالة انه هذه الايمج او هذه الصور هي كوبي رايتد للشركة،
يعني بها حقوق ملكية للشركة، ما حد يقدر يعدل عليها إلا إذا أنت تريد تشيل هاي الصور وتخلي الصور مالتك. طبعاً هنا الموضوع يختلف، لكن كل الموضوع إنه حتى الصور مالتك إذا تخليها راح يصير بها حقوق ملكية ما حد يقدر يستعملها غيرك. وبعد ما نضغط يس راح يصير عندنا بروسس، الموقع أقل من دقيقة يأخذ الموضوع. أنا أعرف الفيديو صار أكثر من 5 دقائق، بس الموقع فعليا يأخذ أقل من 5 دقائق إذا واحد اشتغل عليه. وبعد ما شفنا إنه العملية اكتملت مع التنصيب نضغط على Return to the site بهالشكل، راح تطلع عندنا هاي الصفحة مثل ما يشوفون موجودة. إنه نضغط على الأيقونة الأولانية راح تودينا على الويب سايت مالتنا بهالشكل. وبكل بساطة طلع عندنا ويب سايت كامل، هو والمحتوى ومعلومات الاتصال اللي أنا خليتها، رقم تليفوني والإيميل مالتي. وطبعا هذا الدومين افتراضي أنا أقدر أغيره بعدين. وحتى المنيو اللي موجود هنا البلوك مثل اللي تشوفون فارغة. زين، شلون أنا راح أعدل على هذا الموقع؟ من الصفحة الرئيسية مالتنا نضغط Edit أو Colorize. هنا أنا طبعاً نغير الستايل، نغير اللون الرئيسي مال الموقع، نغير المحتوى، شلون نقول الثيمة مال الموقع كلها. ومن Edit نقدر نغير ونعدل ونضيف صفحات ثانية. وكل الأمور هاي أنا راح أشرحها بالفيديو القادم إن شاء الله. بالنسبة لشركة InkHost وشون نحصل على هذه الاستضافة، كل اللي علينا نروح على موقع شركة InkHost من المتصفح اللي هو inkhost.net بهذا الشكل، ونروح على الويب سايت بالضبط بكل سهولة مثل ما تشوفون هنا. تسوي الموقع مالتك بثلاث خطوات أقل من 5 دقائق. طبعا تختار البلان مالتك مثل ما تشوف، عندنا أرخص شيء بدولار أو عندهم أرخص شيء بدولار، وتختار الثيم اللي عجبك. موجود 755 ثيم مجانا هو والمحتوى مالته. طبعا كلش يعني شلون نقول احنا الموضوع مرتب وسهل، وكل التفاصيل هنا موجوده. كل اللي عليك تختار البلان بشكل، وبعدين تختار الدومين. ومن تختار الدومين تطلع لك انه ايش قد تريد تدفع، سنة، سنتين، 3 سنوات، 10 سنوات، اي موضوع، يعني اي بول سايكل او اي مدة تقدر تدفعها. وبعدها تسوي فيرتشوالز، ومن تدفع راح تطلع عندك اللوحة اللي شفناها بالبداية. طبعا انا اشكركم انه انتم شفتوا الفيديو للاخير، واتمنى انه استفادتوا من هذا الفيديو. وبالاخير اذا انتم عجبكم هذا الفيديو تقدرون تسوون سبسكرايب لايك حتى تدعمون هذه القناة. تحياتي لكم.